الشكري يحذر من مخاطر أي اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية ويؤكد ضرورة اجتناب توسيع دائرة الصراع. 83 شهيدا في 9 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة. وروسيا تؤكد تحسين مواقعها في 4 مناطق على الجبهة، وأوكرانيا تقر بأسر عدد من جنودها أثناء انسحابهم من أفدفكا. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 3 عصرا في القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم عبر شاشة أكسترا نيوز، ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة مع الزميلة رغدة بكر. إليك رغدة. شكرا لك دارين، مرحبا بك ومرحبا بكم مشاهدينا. تحياتي. بدايتنا في 3 مع التطورات في غزة والدعم المصري للقطاع. حذر وزير الخارجية سامح شكري من مخاطر أي اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية لما سيكون له من التداعيات السلبية الشديدة على كافة المستويات. وخلال لقائه وزير الدفاع الموريتاني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أكد شكري موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع. ومن جانبه أكد وزير الدفاع الموريتاني دعم موريتانيا الكامل للمصالح المصرية في كافة الأطر وداخل أروقة الاتحاد الأفريقي. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، كما يواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن استمرار العدوان على غزة يعكس عجزا دوليا، وثمن أبو الغيط جميع المواقف الأفريقية التي انحازت للعدالة والقانون وحقوق الإنسان فيما يخص القضية الفلسطينية والحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة. إن هذه الحرب الوحشية تعكس عجزا دوليا عن وقف العدوان برغم قوة الرأي العالمي وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم، ولكن الحرب من ناحية أخرى أيقظت صوت الجنوب ووحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني والرافضة لاستمرار آخر استعمار باق على ظهر الأرض. إننا نثمن عاليا كافة المواقف الإفريقية التي عبرت عن الانحياز المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان، ونقول بوضوح أن هذه المواقف لابد أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67. باعتبار ذلك هو الحل الوحيد العقلاني لإنهاء الصراع. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدا و 125 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28,858 شهيدا و 68,677 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته إلى سكنة عسكرية. وقالت الوزارة أن قوات الاحتلال تواصل الحصار لمشفى ناصر في خان يونس في غزة وسط القطاع، وسط انقطاع للتيار الكهربائي وتوقف المولدات عن العمل جراء نفاد الوقود، ما أدى إلى استشهاد 5 من المرضى. دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إلى نبذ إسرائيل دولياً وفرض عقوبات عليها لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستيطاني. وطالب شتية بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فوراً، وخصوصاً ما يجري الآن برفح الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب. لابد من الحديث مع إسرائيل بلغة الفعل لا لغة المواقف والبيانات السياسية فقط، ولابد من وضع مشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية. الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وضعت عددا من المستوطنين على قوائم الإرهاب، هذا مهم، ولكن الأهم هو مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين وفرض العقوبات على تلك الدولة التي تخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عن عمد وترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بآليات عمل دولية ملزمة وضامنة تلزم الاحتلال الإسرائيلي بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية. هذا وحذرت الخارجية من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني في رفح الفلسطينية ومنع وصول المساعدات لهم. أعرب سكان شمال غزة عن قلقهم على سلامة عائلاتهم التي انتقلت إلى الجنوب في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، ومع استمرار تهديد جيش الاحتلال بشن عمليات برية في رفح الفلسطينية، يشعر سكان الشمال بقلق متزايد بشأن الصعوبات الهائلة التي قد يواجهها أقرباؤهم وأصدقائهم هناك. مع بقاء حوالي 400,000 فلسطيني في شمال غزة يعانون من العدوان الإسرائيلي، لا يزال العديد منهم يشعرون بقلق عميق على أنفسهم وعلى سلامة عائلاتهم التي انتقلت إلى الجنوب في حي الرمال، حيث هدد جيش الاحتلال مرارا وتكرارا بتدميره. يبقى هذا الفلسطيني والذي تم إجلاء زوجته وأطفاله إلى الجنوب وبقي هنا بمفرده بسبب ظروفه الصحية. أنا ما قدرت أروح يعني معاهم، فهم راحوا، أقول له الله يسهل عليهم، يعني يمكن أمان لهم أكثر، بقعدوا لهم أسبوع، 10 أيام، 3 أيام، شهر، مش 100 يوم. وعلى الرغم من تدمير العديد من المباني جراء الغارات، فإن منزله ظل قائما، لكنه يعاني من انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، فضلا عن حالته الصحية السيئة التي تجعل من الصعب السفر للحصول على المساعدة. طب إيش أسوي؟ واحد أولاده ومرته بعاد عنه ومش حياة عايشين زي ما انت شايف، لا عارف اغسل بسكير ولا اجيب مية ولا اطلع مية ولا كهرب ولا اشحن جوال. احيانا بمشي كيلو 2 كيلو عشان اشحن جوالي، انا عشان اتواصل مع اولادي واتواصل مع اهلي واتواصل مع اصحابي واحبابي وعلى الفاضي.
ومع استمرار تهديد جيش الاحتلال بشن عمليات برية في رفح الفلسطينية، يشعر سكان الشمال خاصة أولئك الذين لديهم أصدقاء وعائلة هناك بقلق متزايد بشن الصعوبات الهائلة التي قد يواجهها أحبائهم قريبا. في عندي بنت أول الحرب يعني سافرت على الجنوب، والتواصل ضعيف ضعيف، ومتتخيل يعني كل شهر أو كل 20 يوم لما يعني يلقط النت ويصير فيه إيش يعني في إرسال وفي تجاوب يعني، وبينتقلوا من منطقة لمنطقة زي ما أنت عارف. بس الآخر شي قال لهم روحوا على رفح، ودائما بكون قلقان وفي حالة نفسية سيئة ومنحبط وخايف على بنتي، والله بيعلم كيف بننام الليل. وتعد مدينة رفح الفلسطينية آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، والتي بات يقطنها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة. طلب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إسرائيل بعدم القيام بعمل عسكري في رفح، واعتبر أن أي عمل عسكري من شأنه أن يؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل. هذا ودعا بوريل إلى حماية جميع المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني واحترام أمر محكمة العدل الدولية، كما طلب من حركات المقاومة الفلسطينية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى. دعا المستشار الألماني أولاف شولز دعا إسرائيل إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في الصراع في غزة وعدم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان. وأكد المستشار الألماني ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة، مبينا في الوقت ذاته أن بلاده تدعم حل الدولتين لإرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن هناك فرصة استثنائية في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط. وخلال مؤتمر ميونخ للأمن سلط بلينكين الضوء أيضا على الضرورة العاجلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية. قال موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الشعب الفلسطيني يجب أن يتمتع بكامل حريته ودولته المستقلة. وخلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي أكد فقيه تضامن دول القارة التام مع الشعب الفلسطيني المظلوم، كما اعتبر فقيه أن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا لكل الدول التي تدعم القضية الفلسطينية. مشاهدينا الكرام، وقفة في هذه النشرة لنتابع الآن مؤتمر لنائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي على هامش مؤتمر ميونخ الأمني. نتابع. United States, by all signs of our cooperation and resilience that we together build up when we preserve unity and help each other. I am grateful to Madam Vice President for attention and for your words and for your respect to our nation and for your respect. تتعاونان معا و أنا ممتن لنائبة الرئيس على كلماتك وعلى احترامك لدولتنا وعلى كل كلماتك التي قدمتها للمقاتلين الأوكرانيين وللمواطنين. أنا ممتن للدعم الأمريكي
لمساعدتنا على مواجهة الهجمات الروسية، وفي المستقبل سيتم تعزيز هذا التعاون. أنا متأكد من أننا سنستمر بتعزيز أمننا وصمودنا ضد الغزو العدوان الروسي، لإظهار أن بوتين لن ينتصر فوق وحدتنا، لن ينتصر على وحدتنا بكراهيته، بالكراهية التي يظهرها. نحن ممتنون للدعم الأمريكي مرة أخرى، فأوكرانيا هي بحاجة إلى تمرير التصويت في مجلس الممثلين الأمريكي لحزمة المساعدات إلى أوكرانيا. اليوم ناقشنا مع نائبة الرئيس أهمية الإنجازات التي حققناها بفضل هذه المساعدات، وبشكل خاص الأنظمة الدفاع الجوي، مثلا طائرات الباتريوت كانت مفيدة للغاية لكي نواجه العدوان الروسي، ساعد ذلك اقتصادنا أيضا. فمن أهدافنا هذه السنة هي تشمل النمو الاقتصادي. هذه السنة سنحتاج إلى زيادة النمو الاقتصادي لزيادة الاستقلال الاقتصادي الأوكراني أيضا. لقد أخبرت نائبة الرئيس عن الوضع على ساحة المعركة، في ساحة المعركة اليوم، وقلت لها أنه يعتمد على مستوى المساعدات طبعا، ونحن أيضا نعمل على إذن تعزيز صمودنا، وسوف يكون هناك قمة أمنية في سويسرا. ومن المسائل الملحة والأساسية التي سنتحدث عنها هي العدالة، يعني سوق. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم جزء من مؤتمر صحفي لنائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونخ الأمني. في الشأن العربي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الأصعدة والقطاعات دون اقتصارها على الجانب الأمني فقط. وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، استقبل السوداني 4 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث تم بحث آليات إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بعد وصول القوات الأمنية العراقية إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء العالي، والانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة بين البلدين وباقي دول التحالف. أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأشاروا إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة. تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تفقد مدينة أم درمان، وقالت القوات السودانية إن البرهان اطمأن على سير العمليات عشية تحقيق القوات المسلحة لانتصارات كبيرة عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى. كما هنأ البرهان القوات بما حققته من تقدم على الأرض وفق ما هو مخطط له. قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي
أن استمرار الوضع القائم يشكل تهديدا كبيرا لوحدة ليبيا، ومجددا التأكيد على التزام المنظمة الأممية بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والعدالة وإقامة مؤسسات شرعية وتبني حكم رشيد شامل للجميع. هذا وطالب باتيلي القادة الليبيين بتحمل مسؤوليتهم وأن تخضع القرارات والأفعال الخاصة بهم للمساءلة كونها تؤثر بشكل مباشر على حياة شعبهم، داعيا إلى الالتفاف حول كلمة جامعة من أجل تسوية جميع القضايا المختلف بشأنها سياسيا. استهدفت عملية عسكرية مخططة نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، استهدفت تجمعا لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة جلجدود وسط الصومال. وفي سياق متصل، دمر الجيش الصومالي في عملية عسكرية قواعد لحركة الشباب في عدة مناطق جنوبي الصومال. هذا وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الميليشيا الإرهابية تكبدت جراء العمليتين العسكريتين خسائر فادحة في الأرواح. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حسنت مواقعها على الخطوط الأمامية في 4 مناطق مختلفة، منها منطقة دونيتسك. وكان الجيش الأوكراني الجديد قد أعلن الانسحاب من بلدة أفدافكا المدمرة بشرق البلاد. وأشارت كييف إلى أن روسيا أسرت بعض الجنود الأوكرانيين في أثناء انسحابهم من البلدة، موضحة أن القوات الأوكرانية انتقلت الآن إلى خط الدفاع الثاني بالقرب من المدينة. 27.05. اضطرت أوكرانيا إلى التخلي عن مدينة أفدييفكا في خضم نقص تزايد في الموارد وعرقلة المساعدات العسكرية الأمريكية. وسط نقص كبير في الذخائر، أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية، مركز المعارك المستمرة منذ 4 أشهر شرقي البلاد، الأمر الذي يمهد الطريق لأكبر تقدم روسي منذ مايو عام 2023 عندما استولت موسكو على مدينة باخموت. وقال قائد الجيش الأوكراني الجديد ألكسندر سيراسكي إن قواته انسحبت من أفدييفكا إلى مواقع أكثر أماناً خارج البلدة، مضيفاً أن القوات تتخذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في الوضع والحفاظ على مواقعها. واضطرت كييف إلى التخلي عن أفدييفكا بينما تعاني القوات الأوكرانية من نقص حاد في الذخيرة بعد تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية، في حين عززت روسيا قواتها بمزيد من العناصر والذخيرة للسيطرة على المدينة. وقبل إعلان الانسحاب من المدينة رسميا، أقرت كييف بأن العديد من الجنود الأوكرانيين قد أسروا بأيدي القوات الروسية، التي أشارت إلى أن لديها فائضا من حيث القوة البشرية والمدفعية والطيران. ولأفدييفكا قيمة رمزية مهمة، فقد سقطت فترة وجيزة في عام 2014 في أيدي مدعومين من موسكو قبل أن تعود إلى سيطرة كييف، فضلا عن قربها من مدينة دونيتسك معقل أنصار روسيا منذ 10 سنوات. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن عدم حصول البلاد على الأسلحة يعزز موقف روسيا. وفي كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن، أشار زيلينسكي إلى أن إبقاء أوكرانيا في حالة عجز مصطنع في الأسلحة، خاصة في ظل عجز المدفعية والقدرات بعيدة المدى،
يسمح لموسكو بالتكيف مع حدة الحرب الحالية. ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا جاء لتجنب المزيد من الخسائر. وقالت الغارديان إن سيطرة القوات الروسية على المدينة يحمل أهمية خاصة، حيث إنه يتيح للجانب الروسي السيطرة الكاملة على محيط مدينة دونيتسك والتي ضمتها موسكو للأراضي الروسية عام 2014، موضحة أن تلك التطورات تأتي تزامنا مع الذكرى الثانية للحرب بين الطرفين والتي تحل في غضون أيام. أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بوستوريوس عن إقرار مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1,100,000,000 يورو بعد توقيع اتفاقية تعاون أمني بين البلدين تشمل الحزمة، قذائف دبابات وقطع مدفعية متنقلة، بالإضافة إلى منظومتي دفاع جوي من طراز سكاينكس و100 صاروخ آيرس تي ال اس المضاد للطائرات. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فون دير لاين، قالت إن المفوضية ستقدم مقترحا لاستراتيجية دفاعية في غضون 3 أسابيع. وأضافت فون دير لاين أن المقترح يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والإنفاق بشكل أفضل من خلال مشتريات مشتركة واتفاقيات لتوفير القدرة على التنبؤ للصناعة وتحسين العمل المشترك بين القوات المسلحة الأوروبية. وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ الحديث عن قوة ردع نووية أوروبية محتملة لا تشارك فيها الولايات المتحدة بأنه ليس مفيدا. وخلال مؤتمر ميونخ الأمني السنوي قال ستولتنبرغ إن أي تشكيك في قوة الردع النووية الحالية لحلف شمال الأطلسي لن يؤدي إلا إلى تفويض الناتو في وقت يحتاج فيه الحلف حق الردع والموثوق به. تأتي هذه التصريحات تعليقا على ما أثاره بعض الساسة الألمان في الأسابيع الأخيرة حول احتمال قيام أوروبا بتطوير رادع نووي خاص بها حتى تصبح أقل اعتمادا على الولايات المتحدة في الدفاع. وصف وزير خارجية لاتفيا تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي بالفجة. وقال وزير خارجية لاتفيا إن تصريحات ترامب تظهر أن الدول الأوروبية يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها، لكنها ستظل بحاجة إلى التحالف العسكري عبر الأطلسي. كان ترامب قد أثار انتقادات شديدة من كبار المسؤولين الغربيين لقوله إنه عندما كان رئيسا للولايات المتحدة أبلغ زعيما لم يذكر اسمه بأنه لن يحمي الدول الأعضاء في الحلف والتي لا تنفق بما يكفي على الدفاع، بل أنه سيشجع روسيا على مهاجمتها. إلى ذلك، وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف تعليقات واشنطن بشأن وفاة الناشط الروسي أليكسي نافالني بأنها محاولة أخرى وغير مقبولة للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية. اعتبر أنتونوف أن واشنطن مستعدة بالفعل لاستخدام وقيعة نافالني كسبب لفرض عقوبات جديدة. هذا وكانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية قد أعلنت وفاة السجين أليكسي نافالني، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.
في الشأن الأمريكي، أمر قاض في ولاية نيويورك بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن الاحتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركته في نيويورك لثلاث سنوات. من جانبه اعتبر الملياردير الجمهوري أن تلك المحكمة كانت صورية، مؤكدا أنه سيطعن على ذلك الحكم. في المقابل رحبت المدعية العامة لولاية نيويورك بالحكم الذي وصفته بأنه انتصار هائل، حيث كانت قد قدمت الدعوى المدنية في حق ترامب ونجليه في خريف عام 2022 بتهمة الاحتيال المالي، وطلبت تغريمهم بمبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات. تقوم ولاية تكساس ببناء قاعدة عسكرية في مدينة أجل باس بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في إطار جهد أوسع يبذله الحاكم الجمهوري للولاية لمواجهة الهجرة غير الشرعية. والمنشأة ستكون عبارة عن مجمع مساحته 80 فدانا، وستستضيف ما يصل إلى 1800 جندي مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي. نتابع. في ظل الخلاف المتصاعد مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أزمة الهجرة غير الشرعية، أعلن حاكم تكساس الجمهوري جريج أبو تشييد قاعدة عسكرية بهدف ردع تدفق المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك وتعزيز الأمن القومي الأمريكي. أبوت أوضح أن المنشأة ستكون عبارة عن مجمع تبلغ مساحته 80 فدانا على ضفاف نهر ريو جراندي، وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي. وأضاف أن المعسكر سيسمح لولاية تكساس بتجميع جيش كبير في منطقة استراتيجية للغاية وزيادة سرعة ومرونة الحرس الوطني في تكساس ليتمكن مع التعامل مع عمليات العبور. القاعدة العسكرية الجديدة ستكون على بعد نحو 9 كيلومترات جنوبي شيلبي بارك. الإعلان عن القاعدة الجديدة يأتي في ظل خلاف متواصل مع البيت الأبيض بشأن الحدود وسط دعوات لاستقلال الولاية. يتمحور الخلاف حول من له السلطة للسيطرة على منطقة حدودية، حيث منعت سلطات الولاية حرس الحدود الفيدراليين من الوصول إلى هناك بعد أن شهدت ارتفاعا في عبور المهاجرين. عقدت كوريا الجنوبية واليابان تشاورات حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي لمعالجة التهديدات العسكرية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية. وبحسب وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فقد تبادل الجانبان المخاوف بشأن التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لبيونغ يانغ وتجارة الأسلحة غير القانونية والتي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل معا في مختلف المستويات المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة. انتقدت كوريا الشمالية أنشطة الاستطلاع المشتركة لسلاحي الجو الكوري الجنوبي والأمريكي فوق شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تصاعد أزمة الحرب في المنطقة. قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن طائرات الاستطلاع الألكترونية المشتركة الأمريكية وكذا الكورية الجنوبية حاولت جمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق من مناطق داخلية لكوريا الشمالية، مضيفة أن بيونغ يانغ تراقب عن كثب هذه الأنشطة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى بذل الجهود لإعادة العلاقات الصينية البريطانية إلى المسار الصحيح من التنمية السلمية والمستقرة. وأشار الوزير الصيني إلى أنه يتعين على الصين والمملكة المتحدة باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن تعزيز التواصل الاستراتيجي ولعب أدوارهما الواجبة في تعزيز الأمن والحفاظ على السلام، مشيرا إلى أن هذا يصب في المصالح الأساسية وطويلة الأجل للبلدين ويلبي التوقعات المشتركة أيضا.
دعا رئيس الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس جميع الدول إلى التعاون والعمل الجاد لتعزيز وحماية ورعاية السلام في العالم. هذا وشدد فرانسيس على أن التعاون والتضامن الدوليين هما الشرطان المسبقان للسلام العالمي والحل الوحيد للتحديات العالمية. أعلنت وكالة الفضاء اليابانية عن نجاح إطلاق صاروخها الثاني H3، وقال رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية هيروشي ياماكاوا قال إن الصاروخ سلك مساره كما هو مخطط له وأطلق المرحلة الثانية إلى مداره المحدد. هذا وتخطط الحكومة لإطلاق حوالي 20 قمرا صناعيا ومسبارا بصواريخ H3 بحلول عام 2030. رست مركبة شحن روسية من طراز بروغرس محطة الفضاء الدولية لتوصيل الغذاء والوقود والإمدادات. تعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المشاريع الدولية القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة وروسيا تتعاونان فيها بشكل وثيق. وفي ديسمبر الماضي قالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية أنه تم تمديد برنامج الرحلات الجوية المشتركة مع وكالة ناسا الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية حتى العام القادم. The engines came up to flight speed as did the turbo pumps. Engine ignition occurred. The hold down posts there are. ضربت الثلوج الكثيفة أجزاء كثيرة من منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور، حيث انخفضت درجة الحرارة بما يصل إلى 24 درجة مئوية، وأجبر الطقس الثلجي إدارات السكك الحديدية المحلية على تعليق تشغيل بعض القطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما اتخذت السلطات المحلية تدابير لضمان التدفئة الطبيعية وإمدادات المياه. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى الجهد لنجاح انتقال موظفي الدولة للعمل بالعاصمة الإدارية عبر تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين. جاء ذلك خلال تفقده الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة في مدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. شدد مدبولي على حرص الحكومة على توفير كل الخدمات بالمشروع بما يحقق الاستقرار الكامل للأسر المنتقلة. محليا أيضا، تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف الخاص بالوحدات المخصصة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والخدمات المتوفرة به. وخلال جولته تفقد رئيس الوزراء إحدى المدارس الدولية الموجودة بالحي السكني، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الحي متوافر به العديد من الخدمات، ويوجد به حاليا أكثر من 130 أسرة مقيمة بالفعل داخل الحي. هذا وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة الحدائق المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة سير الأعمال النهائية تمهيدا للتشغيل التجريبي للمشروع. أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحدائق تعتبر حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بل من أكبر الحدائق حول العالم.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحي السكني الخامس جاردن سيتي R5 الجديدة، وذلك خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة. يتم تنفيذ هذا الحي طبقا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المنفذة بحي جاردن سيتي بمنطقة وسط البلد. اقتصاديا، قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إنه رغم الأزمات العالمية والتداعيات الاقتصادية فإن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية، من أهمها تحقيق الناتج الصناعي بإجمالي أكثر من تريليون جنيه لعام 2022 و2023، وذلك بمعدل نمو وصل 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 7 ملايين متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية. أوضح أيضا أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية. وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، وافقت على خطة قدمتها ألمانيا بقيمة 4 مليارات يورو لمساعدة الشركات الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي على إزالة الكربون من عمليات الانتاج الصناعي الخاصة بهم. وذكرت المفوضية أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق أهداف برلين المتعلقة بالمناخ والطاقة، فضلا عن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الصفقة الخضراء الأوروبية، على أن يتم تمويل الخطة من خلال صندوق الاستجابة السريعة بعد التقييم الإيجابي للمفوضية للخطة الألمانية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي. أعلن وزير الزراعة الإسباني أنه سيطلب من المفوضية الأوروبية تحديث التوجيهات الخاصة بالاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة في سلسلة التوريد الغذائي، وعقب لقائه مع نقابات المزارعين ومربي المواشي الرئيسية في إسبانيا. قال وزير الزراعة أن القانون الإسباني بشأن السلسلة الغذائية يمكن أن يكون نموذجا لتحديث تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة. تأتي هذه الخطوة في أعقاب موجات احتجاج المزارعين التي اندلعت في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شركة غاز بروم تعمل في إطار منظور استراتيجي يراعي مصالح الدولة، وقال بوتين إن من الأمثلة على ذلك مشاركة الشركة في تجديد وتطوير مدن وبلدات القطب الشمالي، مشيدا بتنفيذ غاز بروم لمشاريع ذات بعد اجتماعي للمساهمة في الحفاظ على التراث ودعم التعليم والثقافة والمواهب الشابة. شهدت محطات السكة الحديد في الصين إقبالا كثيفا مع عودة العشرات من العمال إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة السنة القمرية الجديدة. تشير التوقعات إلى سفر ما يقرب أكثر من 16 مليون شخص على متن السكك الحديدية الوطنية الصينية يوم السبت، مع نمو كبير في الوصول إلى المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي. ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا للأسعار للمستهلكين منذ أوائل العام الماضي، مع قيام المستهلكين المتوترين بشد أحزمتهم وسط أفاق توظيف غير مؤكدة خاصة بالنسبة للشباب، وتراجع سوق الأسهم وانخفاض في قيمة العقارات.
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات ختام الأسبوع بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.49%، كما سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.74%، وخلال الأسبوع ارتفع خام برنت بأكثر من 1% بنهاية التعاملات، بينما صعد الخام الأمريكي زهاء 3%. ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، لكنها سجلت الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي. وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5%، وجاءت الخسائر الأسبوعية للمعدن الأصفر بضغط من بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ارتفاع الأسعار في أمريكا، مما يشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يستغرق فترة أطول حتى يبدأ في خفض معدل الفائدة. رياضيا، أعلن اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي في دورة غرب آسيا الدولية الودية، والمقرر إقامتها في السعودية من 18 إلى 26 من مارس المقبل. يأتي ذلك في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تضم البطولة إلى جانب مصر 7 منتخبات، هي السعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية. وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما باستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا، وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط محافظا على قمة المجموعة الرابعة، ويلي شباب بلوزداد ويانج أفريكانز التنزاني في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرا ميديام الغاني ب4 نقاط. وفي كرة القدم الإنجليزية، يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على تشيلسي اليوم ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز العاشر ب34 نقطة. هذا ويتأخر مانشستر سيتي بنقطتين فقط عن ليفربول المتصدر. ويواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره لوتون تاون الأحد ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعدما حقق 3 انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز على أستون فيلا في الجولة الماضية. وفي كرة القدم الأسبانية، يواجه ريال مدريد نظيره ريو فاليكانو الأحد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الأسباني. يطمح الريال بمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية من أجل الحفاظ على صدارة الليغا. We'll be right back.
ويواجه روما نظيره فروسينوني الأحد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي. يمتلك فريق روما 52 نقطة بينما يملك فريق فروسينوني 25 نقطة. عن أحوال طقس، فاستمر هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي مع موجة من الرعد والبرق، كما شهدت المحافظة انخفاض درجة الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمحملة بالأمطار تزامنا مع إنواء الشمس الصغيرة. وأوضحت الأرصاد أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تقدم السحب إلى مناطق متفرقة من الوجه البحري، حيث تسقط معها أمطار متفاوتة الشدة، كما تتكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. وبأخبار الرياضة وأحوال الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام جولة الثالثة الإخبارية، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأهم ما جاء فيها. شكري يحذر من مخاطر أي اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية ويؤكد ضرورة اجتناب توسيع دائرة الصراع. 83 شهيدا في 9 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة. روسيا تؤكد تحسين مواقعها في 4 مناطق على الجبهة، وأوكرانيا تقر بأسر عدد من جنودها أثناء انسحابهم من أفدييفكا. مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام نشرة الثالثة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا للمتابعة، صحبناكم في الثالثة الزميلة دارين مصطفى، وهذه تحياتي أنا رغدة بكر، إلى اللقاء.